السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي، قناة يومية خميس الجوهر. فيديو النهاردة هنتكلموا فيه عن زراعة الريحان، بس مش من العجل، المرة دي بالبذور. ازاي نزرعه من البذور؟ بس هو الريحان البلدي الشماريخ بتاعته ديت بتبقى فاضية شوية، فبينجح زراعته من العجل اللي هو الريحان البلدي. لكن اللي هو الريحان اللي هو دوت هما بيقولوا عليه ايطالي، بس انا برضو ايه مش متاكد من الاسم ده يعني، بس هو ده اللي هو بتاع الاكل، اللي هو بيتحط على الاكل زي النعناع كده، ده اللي بتنجح زراعته من البذور. الشماريخ دي بيبقى فيها بذور، لما بتنشف كده، هو بادئ ينشف من تحت اهو، الشمروخ ده بادئ ينشف من تحت اهو، لما بينشف كده بيكون فيه بذور سمراء. اوريها لكم اهي، بس هو ايه مرطب عشان الشتاء كان عليه. اهي دي بذور، فطريقة زراعته جدا سهلة جدا، وأنا زارع منه كذا برضو شمروخ من ده، خدتهم نشفتهم، فطريقته بتقطع الشمروخ ده بس بعد ما ايه ما تحس ان هو نشف كده، والبذور بانت فيه، بتبان فيه البذور السوداء، هي ممكن تكون باينة، هي بتبان في البذور السوداء، اما البذور تبان فيه سوداء كده، دي لسه ما اسودتش، اهي باينة فيه البذور لسه لونها ايه بني شوية، لكن دي البذور باينة سوداء، اما تقلب الشمروخ كده البذور بتبان فيه. باينة في ده أكتر، باينة في ده أكتر. بتيجي قصه من هنا كده، من على أول الورق كده أهو، من هنا كده بتيجي حطه ينشف مثلا زي كده أهو، بتسيبه ينشف بقى، أول ما بينشف خلاص بتيجي فركه واخد منه البذور دي وزرعها، بتكون إيه أسودة كلها. على هوريكم اللي هنزرعه. بص قدرت أجمع البذور دي كلها هي، بسم الله ما شاء الله، غير اللي أنا زرعته. شو اللي في الكيس دول، وزرعت انا في البلاستيكه دي اهو، شويه دولت اهمت، دولت عمر شهر، مزروعين بذور عمر شهر، وكمان زرعت الصينيه دي. الصينيه دي بقى عجل من الريحان اللي هو العادي البلدي، دي مزروعه بالعجله دي، مجدره برضه الحمد لله، بس انا لسه ما نقلتهاش، مجدره جدورها برضه، جذورها نازله، هي عامله تجذير حلو خالص اهي، ونازله من الصينيه، بس انا لسه ما نقلتهاش. رجلت انا دولت اول امبارح عشان اجربهم، لقيتهم الحمد لله ما دبلوش ولا حصل لهم حاجه خالص، دول نجيلهم اول امبارح، بس لسه بقى ما كملتش. طريقته بتجيب شوية بذور من ديت كده وتحطهم على وش التربة وتغطيهم بشوية تراب، بس تراب خفاف يعني، علشان ما ت... استنى هفصل معاكم الفيديو واوريكم برضو كده ايه احسن. اهي البذور اهي، باخد شوية بذور زي دول كده وبحطهم عندي، بكون ايه جهزت مثلا اي حاجة بلاستيك كده لو انا عايز ازرع يعني ايه كمية كبيرة زي دي كده، وبعدين اشتلها بعد كده. بجي جاي حاططهم كده على ايه على التربة اهو، بردهم كده اهو، نزلوا مهمت، بغطوهم بشوية رمل، يعني استحسن الرمل عشان الرمل خفيف اهو، شوية رمل خفاف كده، بس أهم حاجة لما أجي أسقي أديلهم مية، المية ما تفحفرش اللي أنا عامله ده اهو، وبسيبهم بقى بعد شهر إن شاء الله بالظبط من تاريخ الزراعة ديت، هو بيطلع بسرعة يعني، بيكون بالحجم ده. أنا ما بديلوش أي تسميد وهو شتلة كده، عشان العود ما يطراش معايا، ما يبقاش طري، لازم العود يبقى صلب كده وناشف، بحيث لما اجي ازرعه ما يتبلش ولا يحصل له حاجه خالص. يعني شوف اهوت، شوف اهو اهو العود ناشف ازاي، يعني العود ده انا لو سبته كده رميته يومين ثلاثه مش هيتبل ان شاء الله، لانه ناشف ما فيهوش اي مغذيات ولا داخله اي اسمده خالص. الاسمده بتبقى هنا بقى بعد ايه، بعد الزراعه بحوالي 15 يوم ولا حاجه، ممكن ادي اي حاجه اضطريه اهو. وباجي جاي جايب في واحدة قضيه استصال صغيرة زي دي كده زي ما انا عايز، بكون حاطط فيها تربة، خليط من الطمي، عند طمي اهو، والرمل يفضل يعني كده، والرمل
اهو باجي جاي اعطلها ميه واسيبها لما تنشف كده، واجي جاي زرع الشتله، اخلي الشتله واقفه كده ما تنهقش. الجذور تبقى واقفه كده ما تنش الجدر كده ولا ازرع مثلا كده ولا كلام من دي. لا اهو اهو وبكتم عليها كويس خالص وبديلها ميه بعد كده وخلاص. اهو عايز ازرع مباشر بقى هنا كده، بس هيبقى الطريقه ممله شويه يعني، كل قصاص من ده عاوز احط فيه حبايه او حبايتين اتنين بس بالكتير. فهو عشان الحب رفيع بقى انا بعمله كده، بعمله الاول كمشتل كده زي الفلفل والباذنجان وبعدين اشتغل. اهو دي وينكه ديت هبقى اعملها لكم في حلقه ثانيه، ودي برضو وينكه. وبكده يكون عندي يعني مثلا شتلة ريحان، قصيص ريحان اجيبهم من المشتل زي اللي انا وريته لكم الاول ده، ممكن اعمل منه الاف الشتلات، اعمل منه ده لان ده ودي انا عاملهم من شتله واحده. شتله واحده كانت كبيره مزروعه في قصيص 60 كبير، وست الشماريخ بتاعتها لما طلعت كلها ورحت جاي كنت عينها على جنب يعني ما بحتاجهاش، ورحت جاي مقصص الشماريخ بتاعتها كلها وسبتها لما تنشف وزرعتهم كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.